السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم الصحة وعافية. لو حضراتكم بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر، بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما ليا وللقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو، لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للفيديو علشان الكل يستفيد. النهاردة هنتكلم على الترهلات، ترهلات البطن بتحصل مع التقدم في السن أو فقدان الوزن بشكل مفرط، بيؤدي ده إلى ترهل في الجلد وممكن يؤدي إلى انزعاج الشخص وفقدان الثقة في النفس. عشان كده اللي بيعاني من المشكلة ديت بيدور دايما على طرق لعلاجها. طبعا في العديد من الطرق زي العمليات التجميلية وطرق تانية كتير. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة بسيطة جدا لعلاج ترهلات البطن، وطبعا تنفع الوصفة للترهلات اللي بتحصل بعد الولادة. هنستخدم فيها النشا والشبة وزيت الزيتون. تعالوا مع بعض نعمل الوصفة. الوصفة بسيطة جدا. أول حاجة هنجيب الطبق بتاعنا. الشابة نقدر نجيب الشابة، هنستخدم الشابة المطحونة زي ما حضراتكم شايفين كده، وده حجر الشابة تقدر تجيبوه من عند أي عطار وبعد كده تطحنوه، أو لو موجود عند العطار شابة مطحونة يكون أفضل. هناخد معلقة واحدة من الشابة المطحونة، بعد كده هناخد معلقتين من النشا، بعد كده هنجيب من زيت الزيتون هناخد منه معلقة، زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هناخد كمية من المية، نقدر ناخد كمية مناسبة من المية، يعني نحضر كوباية مية. بعد كده اهوت نخلط المكونات دي كده مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. عندنا بالمنظر اللي حضراتكم شايفين ده كده هنستخدمها الوصفة ديت دهان موضعي على الترهلات الموجودة في البطن. بعد ما نجهز الوصفة وهي تقريبا كده زي ما حضراتكم شايفين كده بقت جاهزة، هندهن الوصفة ديت هندهنها على منطقة الترهلات في البطن، وده عن طريق ان احنا ممكن نجيب ممكن نبلل القماشة تكون نظيفة ونبللها بالوصفة اللي احنا جهزناها وندهن بها منطقة الترهلات، ونسيب الوصفة يعني حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. بعد كده نقدر ان احنا نشيل الوصفة من على منطقة البطن بقطعة قماش تانية تكون نظيفة، وبعد كده نغسل مكان الوصفة بمية تكون دافية. نقدر نعمل الطريقة ديت مرتين كل أسبوع، مرتين كل أسبوع. الوصفة إن شاء الله هتحقق نتائج مرضية للجميع وهتعمل على شد الترهلات بدرجة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.